للعدسة البرنامج اللي هي المنظمات. الهدف من البرنامج جمع المعلومات عن الجهات الخارجية وعن استيعاب العناصر الأساسية وحدد الأهمية ودرجة الجدية. الأهمية تتطلب أن العناصر اللي يعني أكثر تأثيراً في تقديم هذه الصناعة والترتيب يعطي درجة الاستجابة. بناء عليه تحدد يعني هل أنت تحتاج إلى تغيير استراتيجية، تعديل استراتيجية، استثمار بين استراتيجية. واضح. الآن هل هذه المرحلة التي تحدد الاستراتيجية؟ الاستراتيجية اللي تحدد لازم نطلع معاهم إن إحنا بحاجة إلى تغيير استراتيجية. نشوف نعمل مش نطلع بهذا الأخير بعد ما نعمل الوزن. درجة الوزن. لازم يطلع معانا ان احنا بحاجه للاستراتيجيه، اليوم احنا ما فيش خطوات ابدا. ما احنا قاعدين على الجامعه على الاستراتيجيه الحاليه. طيب عشان تقرب المشروع التحليلي اللي اول جزء من المشروع كان على الوضع الحالي. اللي الاهداف الحاليه والاستراتيجيه الحاليه. بعدين تقرب التحليل. انت ممكن تقول الاستراتيجيه الحاليه دي سبع عادي. لا لا تقول المشروع حتى المشروع. يقول لك المشروع على مشروع جديد. ما في استراتيجيه سابقه. الاهداف التفصيليه الاستراتيجيه الاهداف التفصيليه يعني احنا بنركز كمان على الخطه التفصيليه مش الاستراتيجيه. ايوه 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 ايوه
تدريب المبيعات، تدريب القصص السوقيه، تدريب العائله على الاستثمار. فكر معي يعني توظيفي ايش؟ فكر معي بس احنا الان هذه الخطوه الاولى اللي هي تحليل موضوع الراهن اللي هو تحليل. المرحله الثانيه اللي هي الاستراتيجيه هي صياغه الاستراتيجيه. صياغه الاستراتيجيه تشمل ايش؟ تشمل الرساله والهدف والاستراتيجيه والسياسه. السياسة اللي ماشية عليها مصر. السياسة الاستراتيجية اللي تحدد الهدف الرسالة والأهداف والاستراتيجية والسياسة اللي هي محددة التفاعل القرار. الإجراءات الموازنة في التطبيق. الموازنة والإجراءات التطبيق. احنا اليوم بنتكلم على الرسالة، بنتكلم على يعني جزء من السياسة الاستراتيجية اللي هو الرسالة والأهداف. خلاص بعدين بنتكلم عن البدائل الاستراتيجية. بعدين بنروح فيها حتى للبديل الأفضل. نعمل عمليات إنسانية تحليل كمي لتحديد الأهمية النسبية وكذا. على صفوة. بعدين في تحليل كمي للاستراتيجية. في معك تحليلات كمية. طريقة رياضية. طريقة رياضية للسوات. في طريقة رياضية بعدين بنتكلم عليها اللي بنتكلم عن الأسايير والكمية الذهنية وتطوير المبادئ الاستراتيجية. بعدين بنتكلم عن الرسالة لا تعمل مراجعة للبيئة الخارجية والداخلية، لا تعمل مراجعة للرسالة. شوف هل هي تنطبق على المعايير اللي بنتكلم عليها ولا كتاب يتكلم على
عشان على بيانة الرسالة، بس في حاجة اسمها بيانة الرسالة. اعتبر الرسالة، اعتبر الرسالة، ايه جزء من الرسالة؟ هتبقى عبد الدكتور، هي فرش من الفيجن والميشن. الفيجن اللي هي الرؤية المستقبلية، والميشن اللي هي الرسالة الحالية، الهدف الحالي، مش شايفين ولا لا. بعض الكتب يعتبروها شيء واحد، معظمهم يسموها ميشن ستيتمنت. الميشن ستيتمنت بيان الرسالة يشمل أن السبب الآن يكمل لك كلها في نهاية الرسالة، إحنا ده معنى المستقبل، ممكن تبقى الرؤية والرسالة مع بعض. هو ماشي على مسافة الكتاب الأجنبي، الكتاب الأجنبي يعتبر كده، ايش رايك انت؟ ايش رايك؟ ايش رايك؟ الرؤية طموح مستقبل. ايوه الرؤية طموح مستقبل. ولازم يكون عندك يعني لازم تكون مستوعب ايش انت موجود الان. لازم برضه يكون عندك رؤية ايش انت ايش يكون المستقبل. لكن لما تغسلهم ولك معهم ما تعرفش فبدو كما تقول سلام يا استاذ ما في مشكله يعني انت لازم يكون عندك رؤيه للمستقبل لكن مش شرط انك تعملها الفيجن اللي عندها والفيجن اللي عندها انا ممكن رؤيه ولسانه ايش مشكله اللي معطوني هو يعني رساله عن اجابه لماذا يكون ماذا هو هذا المكان مثلا بنك التضامن بنك التضامن بنك اسلامي يقدم مثلا خدمات ماليه للجمهوريه الليبيه هذا سبب وجود بينما البيجان البيجان لا بكت الله بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات يشتري مثلا يشتري يفتح مثلا بيتوسع في مجال التأمين أنا بدور الاستراتيجيات بعد حيث أن كلام دخل مجال التأمين يعني هل هي قد تكون هذه الرؤية المستقبلية كانت غلطة قبل 10 سنوات هذا من كلام الملك واحد الإدارة المالية بعدين بدها توسع في التأمين أو دخول أسواق عالمية زي جوجل لا ممكن لا معلش حضرتك على التقاعد العلم أصبحت شركة قابضة اسمها قابضة اسمها ليمريت أسست شركة اسمها ألفابت في عام 2015 شركة ألفابت الآن أصبحت هي هذه المظلة الكبيرة جوجل أصبحت قطاع من قطاعات ألفابت والآن ألفابت عندها قطاع محرك البحث هذا جوجل عندها قطاع اللابتوبس قطاع البرمجيات قطاع النظارات اللي متصلة بالإنترنت يعني بدأوا هذه يتوسعوا أشياء كثيرة هم بدأوا بمحل البحث الآن جوجل ما عنديش محل البحث ممكن كل سؤال زي التكنولوجيا الصراحة التكنولوجيا هو عام ممكن تدي موبايل أنا في لابتوب أنا في محل البحث بس كل هذا تفضل لي ليش تفضل لي تفضل لي تفضل لي تفضل لي محل البحث إلى شركة تكنولوجيا طيب ليش مهم أن يكون عندك رسالة قد تميز نشاطات أو عمل المنظمة عن العمل المشابه لها لدى غيرها فالنهاية لازم تتكلم عن يعني ايش اللي يميز بنك التضامن عن بنك باك وعن بقية البنوك. تحدد اطار عمل المنظمة بمنظور المنتج والسوق والعملاء. حتى ايش الفكرة ايش القيمة اللي توصل لها للعميل؟ والعميل ايش متوقع منها؟ حتى في الرسالة تبقى توقعات العملاء والسوق. بس احيانا لو جيت اشوف مثلا اغلب الرسالات يعني ما في اختلاف كثير. نتكلم عن العملاء، نتكلم عن السوق، نتكلم عن سماها ميشن ستيتمنت بيان الرساله، بيان الرساله يشمل الرساله
الآن طريق طرق وآلية صياغة رسالة المرة، ترى في مشروع إما أن تروح في معهم رسالة فتأخذها قيمة، اللي هو الجزء الأخير من الفصل على الفصل والثاني، تتكلم كيف تقيم رسالة المرة. إذا أنت بتنشئ شركة فتنشئ رسالة من القصة، ما في رسالة قيمة، فكيف بتذكر الرسالة؟ على في مجموعات تطلع على مشروع تدور مشروع، في مجموعات تاخذ مثلا البيبي ولا مثلا ولا جامعات الكلام ولا جمعيات خيريه. تطلب منهم الرساله. بعدين قيمها بتسمع معايا بتتكلم عليها. لكن اذا انت ما عندكش رساله اصلا او تعتبر الرساله القديمه هذه غير جيده او تشتري رساله جديده، عندك اليتين، عندك طريقتين. الطريقه الاولى اول شيء لازم الناس المسؤولين عن وضع الرساله لازم تفهمهم ايش يعني الرساله. ايش محتويات الرساله؟ ايش مكونات الرساله؟ اللي تسعى معايير. تقول لهم انه والله الرساله تتكون من 9 معايير او 9 مواضيع فتعتبر هذا النظري، هل تقوم المنظمه باختيار جمع مجموعه من المقالات او بيان الرساله؟ يعني بيجيب من كتب من مؤلفين لباحثين يتكلموا عن رساله المنطقه كيف تجيب هذه الفكره اللي هي مسؤوله عن صياغه الرساله. تقول يعني تقول يعني معرفه. يا دكتور اللجنه اللي هي مسؤوله عن صياغه الرساله يعني عاده ايش تكون ايش تصير هذه اللجنه؟ ايش تتبع الصياغه الاستراتيجيه؟ هل تتبع الاستراتيجيه؟ وما فيش دار استراتيجيه ما فيش عندك بس الآن مهمتك أنت تقييم، لكن بعدين مجال العمل اللي تشتغل هو من الاستراتيجية